أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة المنامة تعقد في ظرف تاريخي دقيق يفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، أولهما مسار السلام والاستقرار والأمل، والثاني هو مسار الفوضى والدمار. جاء ذلك في كلمته أمام الدورة 33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، حيث شدد الرئيس السيسي على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار، الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.